مصدر بالشارع خلي بالك فتح عينك رح تلقى الكاميرا ببالك لما بتقعد بالمكتب او لحالك لا تستغرب رح نطلع من جوالك صدق يا ما رح تضحك عاللي بيصير عاطف قاعد بيهوي تخنها كثير براهم جهاز شباك واحذر يا طير الله يعين اللي بيوقع بين الاثنين من بيقدر يتحمل لسعد دبابير هدفنا نحس الفرحة بقلوب الناس عطف لا تصدق حكي وشو ما قلك لو شفت الدهب بيدو تلقاه انحال هي ابراهيم تخفى او عيصيدك قبل لا تشرب مي تفقد الكاس كاميرتنا بتصور احلى ضحك واحلى احساس انا سمعت نورنا كيف صحتك ترى بصوت الله يطول عمرك والله مشتاق لك الله يخليك ابو مطلق اصر يعني حاب يشوفك وقال بدي اكتب في الجامعه ابو مطلق خصوص حكيتك عنه ابو مطلق الله يمسيك بخير يلا يسعد مساك شلونك استاذ متعب هلا ابو متعب متعب سقار استاذ متعب متعب شلونك انت بالزاي الله يحييك شلونك خليك استاذ متعب يعني احنا بقالك بي فنجان قهوه ان شاء الله حشوف شيء قهوه بس في موضوع ثاني يعني انا متاكد لو ناقشتك فيه راح ترفض الفكره ابو مطلق عنده مصنع اعلام من الاخر يعني بدي اجيبك اياه بيصور اعلان حليب اليد دعاية اعلان حليب اليد قال بل يعني استاذ اخوي عاطف انت عارف والله انت انا جيت عشان خاطر الله يسعدك اول شيء انت قلت لي عندك حفل ومقابله فلذلك انا جيت الله يسعدك قلت لك صديق وراح اشتغل في الجامعه فقلت لك حياك لكن موضوع الاعلانات والله العظيم ما صار انت بس تسمع هذا الان ابو مطلق يعني بخير من يمثل الباديه انت وانت من الباديه والناس راح تصدقك فموضوع حليب الياق في ناس كثير غايبه عن باله هو عنده معمل ابقار فباله دعايه تحكي له ابو مطلق شو احنا الموضوع يا سيدي كالتالي انت زلمه ابن الباديه زلمه معروف متعب الزيادي احنا انا عندي مجموعه ابقار مزرعه الله يزيدك ان شاء الله يلا يعزك هاي المزرعه فيها 200 عجل ابقار احنا الان راح نحكي للناس انه هذا حليب نياق وهو مش حليب نياق حليب القاضي نعم هذه دعايتك اول شيء دعايه طبعا ما قلت لي هيك انا والله ما بدي اول حاجه في عاطف في الموضوع اللي انت الموضوع وانت لازم تكون معنا في الموضوع حبيب قلبي انت لازم تكون معنا في الموضوع صوتك هديل عارف سلام مش صوتك صوتك هديل لاني انا جايك بكل ادب حلو اول حاجه جايك قلت لي نشرب فنجان والله تفاجأت موضوع الاعلانات تعرف ما صار بعد الحليب ولا بعد والله بعد ثاني حاجه انا بحب انك تكون معي في الموضوع صل على النبي اول حاجه يا رجل اسمح لك تبيع حليب البار حليب يا رجل وفي حد شايف يا زلمه قال لي يا رجل يا رجل مش كله يوم ابيض ما قلت لك شو والله كله يوم ابيض لا 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 اول حاجه يا والله الله يعزك بعرف انا جيت احتراما لك بس لك الموضوع خليك بعيد خلينا نتكلم مره بعدين عندي العجل بحلف في اليوم 30 كيلو خذ مني 30 كيلو العجل انا شايفني اسمع مني يا رجل موضوع الغش هذا موضوع ما ينسى صحيح تفكر انك مررت معلومه غش اللي اسكت عليها بطالة لانه المعلومه اللي مررتها كل العالم راح يتضرروا منها يا رجل لكن اقسم بالله العظيم اسمع اسمع علي لا تسمعني ولا انا عاطف طلبت منك
انا طلبت منك واحد نجيب حط عاطف. انا والله ما دخلنا عاطف صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هسه ابو الحليب شايفه الحليب هذا صوتك يا زلمه ضيف عندك هذا هذا الحليب شايفه شايف الحليب هذا انت شايف الحليب هذا انا احترمتك وقدرتك انت نزل الحليب وتاكل مش طيقه هاي يابا والله والله انا تفاجأت انا جد مسعد انا هيك تتعرف على هيك شغله والله ما والله ما بعرف شيء فاسد بالله حليب بقر تبيع اساسا فاسد حليب انت فاسد حليب بقر تمام الناس بتفكروا حليب نياك والله ما بزبط ذوق والله ما تقدر ذوق والله ما بزبط حليبك انا لك بس انت ذوق بس بالله ما بس تحكي معه بالطريقه هاي اولا ضيف اثنين موضوع غش انا والله ما لي فيه انا عاطف انا ما بقدر انا ما بعرفه الا عن طريقه فنان ومعروف انا ما بعرفه عن طريقك لا لا فنان ومعروف ما بطلع لك هذا ضيف علي عيب يا ابو شباب اللي قاعدين نحكي معك قاعدين نحكي معك شو ماله عاطف عيب عليك نحكي معك عاطف شو ماله بتكبس وضيف عندك ما بصير ما كبس بحسب جاي انا عاطف انت قلت لي انه جاي عندي ضيف نحط صوته يا ابو مطلق انت قلت لي جاي عندي ضيف نحط صوته يا ابو مطلق عيب انت قلت لي جاي عندي ضيف نحط صوته يا ابو مطلق عيب انا بعرفوش انت حتحط صوتك ورا عيب عليك يا زلمه فيش عندي وش انت عمالك اني انا فاسد زيك يا رجل انا بقول لك تحط اسمع علي بصيرش بصيرش بالطريقه هاي ما بصير طب اسمع علي اسمع علي بدك تحط صوتك عليها اسمع علي غش كيف تغش يا زلمه اسمع طب اسمعني جاي طب اسمع انت لحقتها عيب 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 والله ما والله ما بصير طب اسمع هو لا في حليب طيب حليب ياكل حليب بقى ولا حليب بقى هو انت فنان معتز فيه وابن البادية ولا في دعاية عارف شو في في كم خفيف رمضان هون لا 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 احنا ما بنضحك لك سامحني على هالعذر اللي جنك مش مشكلة عادي خير كل عام وانت بخير طبعا الموضوع مرغوش وخلنا الميول يا بابا الله طبعا مش مشكلة سيدي شكرا على ابو الحجاز والله ما يهمني يجنك مش مشكلة عادي لكن انت انسان محترم وحابين الموضوع غش والله موضوع طبعا طبعا وحابين نسمع منك انسان المشاهدين شو بتحكيهم ناس ان شاء الله رمضان الفضيل وحابين نسمع منك ايضا أغنية بتقدمة في نهاية البرنامج أول حاجة أقول لك كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله رمضان ينعاد علينا بإذن الله في العدن بأمان وأمن بإذن الله وكل عام وسيد البلاد بألف خير وسامحوني بالله وهيك بتكون حلقتنا خلصت لليوم تابعونا بكرة بحلقة جديدة من برنامج مقالب الكاميرا الخفية باي باي صدق يا ما رح تضحك عاللي بيصير عاطف قاعد بيهوي تخنها كثير ابراهيم جهاز شباك واحذر يا طير الله يعين اللي بيوقع بين الاثنين من بيقدر يتحمل لسعد دبغير هدفنا نحس الفرحة بقلوب الناس عطف لا تصدق حكيه شو ما قالك لو شفت الدهب بيدو تلقاه انحال هي ابراهيم تخفى اوعى يصيدك قبل لا تشرب مي تفقد الكاس كاميرتنا خبيناها عن عين الكل
بتصور احلى ضحكه واحلى احساس.